المنتج جمال سنان انتهى من تصوير مسلسل أمنيزيا اللي من بطولة فاطمة الصفي وحمد أشكناني، اللي نشر فيديو بحسابه على انستغرام وشكر فيه كل فريق العمل على هالتجربة الجديدة بالنسبة له. وبحلقاتنا الماضية شفتوا آخر يوم من تصوير مسلسل قارئة الفنجان، بينما بيكمل جمال سنان هالأيام تصوير مسلسل للموت الخاص برمضان، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 2. للموت عم نصور فيه، صرنا شهر الحمد لله شهر وشي، وعمل حيكون لرمضان إن شاء الله بطولة ماجي بغصون، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، خالد الكيش، صباح الجزائري، باسم مغنية، نجوم كتار، كارول عبود. فهيدا العمل كتير بحبه أنا لأنه شيء جديد وجريء. وهالجرأة أثنى عليها باسم مغنية اللي اكتفى بجملة واحدة لما سألناه عن دوره بالعمل. كتير جديد الدور، كتير حلو. كيف تشرح لي ليه للموت؟ لأنه كل شيء واحد بيروح فيه للموت بهذا المسلسل إكستريم، يعني فيك تفهم كثير قصص، فيك تفهمها من خلال القصة أنت عم تحضرها. وهالمسلسل الاجتماعي الجديد متوقع أنه يكون منافس قوي للأعمال الرمضانية، وأنه يحقق النجاح اللي حققه مسلسل أولاد آدم للشركة نفسها في الموسم الماضي، رغم التحديات الكبيرة في إنتاجه بظل فيروس كورونا. ويبدو أنه كورونا مش بس أثرت على الإنتاج الفني، وإنما أثرت على العلاقات الاجتماعية أيضا، تسببت بتأخر زياد برجي عن تعدية باسم مغنية بوفاة والده. رجع صار في تواصل مع زياد برجي من بعد ما عتبته على الهواء؟ هو بعث لي تاني يوم واعتذر وقال لي انا اقسمني ببنته، قال لي انا ما عرفت، قال لي لانه كان مرق بفتره في العائله عنده ناس عنده كورونا من اهله وهيك، فكان مش مرتاح على وضعه، ما كان معه خبر. وانا لمت لانه بالعزب تفقد الناس اللي بتحبهم يعني، وهو من الناس اللي انا بحبهم وصديق لي. المهم انه رجعت الامور يعني هلا لمجاري. انا ما في زعل، لا حتى لو ما صار هالشيء ما بزعل منه. وتصريح من نوع اخر، رجع للواجهه من جديد مع ورد الخال اللي تعرضت لهجوم شرس بعد ما نسبت شهره الممثلين السوريين لمشاركتهم في الاعمال اللبنانيه المشتركه. انا ما قلت شيء يعني، ممكن لازم كان يزعجهم، بس تعرف الحملات، وبس انه بيعرفوا هن انا شو هن شو بالنسبه لي. بعدين انا شغلي دائما ما بخلي مناسبه ما بحكي عن الأعمال السورية، عن المخرجين وعن التجربة يلي اشتغلت فيها معهم، فآخر شي فكروا أنه يكبوا مثل ما بيقولوا حرام بيناتنا. بس أنا بدي أوضح شغلة وبضل بقولها، أنا ما قلت غلط لما الممثل السوري صار عنده شعبية وصار معروف بلبنان، هو معروف قبل، بس نحن اللبنانية نحن ممثلين لما منعرفهم، أنا ما انتقصت من قيمة حدا، عرفت كيف؟ مثل ما الممثل اللبناني ما انعرف بالوطن العربي إلا من خلال الأعمال المشتركة، وطبعا بمعية يعني الممثل السوري هو اللي يعني هو إذا بدك نقول هو اللي عطينا الباسبور أو الفيزا على البان عرب، يعني أنا ما انتقص بالعكس، بس هن بلبنان الشعبية وإنه صاروا معروفين هن بلبنان من وراء الأعمال المشتركة، أنا ما قلت شي غلط. وموضوع ثاني سألنا ورد عنه وهو مسلسلها هند خانم، اللي بعد مرور أسابيع على عرضه انسحب منه بطل خالد القيش فجأة وتم استبداله بيورجو شلهو لأسباب ارتباط. يعني في ناس أوقات يعني المسلسل طول كتير، أخذ أكثر من سنة وثلاثة شهور ونص، في ارتباطات عند الممثلين وبفهمه أنا، يعني طول المسلسل يعني، ففي ناس عندها غير، عندها التزامات، عندها اتفاقات مسبقة، فاستبدل بيورجو ولازم نخلص العمل يعني. وهالشيء طبعا أثر بشكل واضح على نتيجة العمل. أكيد لا، ما كانوا على توقعاتي، وبرجع بقول لك الظروف كتير حكمتنا، يعني أشياء تفصيلية، مفروض كان المسلسل يكون أصغر، هو أصلا أصغر يعني طلع الحلقات دوبل عنه هو، فهذا بيأثر على الأحداث، تعرف لأشياء تسويقية يعني. أنا ما فيني لوم المحطة والمنتج على هن شو بدهم من العمل، بس أنا بقول لك أكيد كان بيطلع أحسن وبس الكل تعب فيه الحقيقة، وتعذبنا واللي بدك إياه بالنتيجة، اشتغلنا سنة وشوي وبس، أكيد يعني ما بنوقف هون يعني، بنضل نحن بنتأمل نعمل أشياء أحلى أكيد. يعني أكيد ما في شك من أن ورد الخال راح تقدم أعمال أقوى، خاصة أن معروف عنها بحبها الكبير وإتقانها لكل أدوارها. وبالرغم من هالشيء ورد الخال ما ندمت على مشاركتها في المسلسل، وأكدت أنها دائما تحب تتعلم.